عملية تصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية تتواصل في جميع ربوع المملكة لاختيار أعضاء الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. بلاغ لوزارة الداخلية أعلن أن نسبة المشاركة في عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية على الصعيد الوطني فاقت 14%، وذلك إلى غاية منتصف اليوم. وحسب الوزارة، فإن المعلومات المتوصل بها من مختلف ولايات وعمالات وأقاليم المملكة فإن عمليات التصويت تمر في ظروف عادية. هذا وتتوجه الهيئة الناخبة المهنية منذ صبيحة اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2179 مرشحا من مجموع 11682 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات. وتجرى الانتخابات المهنية بالاقتراع الفردي بالنسبة للغرف الفلاحية وفي باقي الغرف إما باللائحة في حالة انتخاب عضوين أو أكثر برسم دائرة انتخابية معينة، أو بالاقتراع الفردي إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد. وحري بالذكر أن هذه الانتخابات تكتسي أهمية خاصة، إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين الذي يتكون بحسب دستور 2011 من 120 عضوا، ينتخب 20 منهم من طرف الغرف المهنية و8 من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب و20 من طرف النقابات وممثلي المأجورين و72 عضوا ينتخبون من طرف أعضاء البلدية والمجالس القروية.